أخرج الصدوق في الإكمال بالإسناد الإمام صادق عن أبائه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني من جميع الأنبياء، واختار مني عليا وفضله على جميع الأوصياء، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء من ولده ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين. ممتاز. هذا الحديث أخرجه الصدوق في إكمال الدين الباب 24 الحديث 32 والطوسي في الغيبة مختصرا في صفحة 43 و100. قال الصدوق: حدثنا غير واحد من أصحابنا، قالوا حدثنا أبو علي محمد بن همام قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه، صلوات ربي وسلامه، انقطاعها عن آبائه مطلقا. قال رسول الله واختار وذكر الحديث. هذا الحديث أولا عدة مجاهيل، وهم شيوخ الصدوق. من هؤلاء؟ سنت ايش يقول الصدوق؟ قلنا يقول حدثني غير واحد من أصحابه. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ نعم مجاهيل. نعم. طيب فيه سعيد بن غزوان قال الجواهري ذاكر الحكم شيخي الخوئي: لا يمكننا الجزم بتوثيقه، وهذا في المفيد في معجم رجال الحديث صفحة 52 و200. وفيه أحمد بن هلال العبرتائي. تعرف من أحمد بن هلال العبرتائي؟ الناصبي. أحمد بن هلال العبرتائي هذا الذي لعن على لسان العسكر المهدي. هذا الذي ادعى السفارة المهدي. سلام. نافس عثمان العمري نافسه على المهدية فأصدر فيه فرمانا على قولة الأتراك بأنه ملعون على لسانه. طيب ورمي بالنصب يعني. قال العلامة في الخلاصة: وعندي أن روايته غير مقبولة. طيب. وقال محمد المازندراني: يحتمل أن يكون لعدم تدينه في الباطن ناصبا في الظاهر متصنعا يظهر أمورا لإضلال الشيعة وردهم إلى الغلو لتعذر ردهم إلى النصب، وهذا في منتهى المقال الجزء الأول صفحة 64 و300. قال سعد بن عبد الله: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب إلا أحمد بن هلال العبرتائي، وكانوا يقولون إنما تفرد برواية أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله. واضح؟ جميل. وهذا في كتاب إكمال الدين المقدمة صفحة 600. نعم.